كابتن لقب صنع بالرمثة، مدرب من أبناء المدينة والنجوم من أبناء المدينة، شو بتحكي بشكل عام عن الفوز؟ أكيد الحمد لله رب العالمين. زي ما بقولها زمن الانتماء ما خلص، إحنا عندنا لاعبين أبناء المدينة وعندنا محترف واحد وجهاز تدريبي من أبناء الرمثة، زمن الانتماء بي موجود بعده، في حس في زي ما بقولوا وفاة من لاعبين جهاز فني لكيان نادي الرمثة، رغم الظروف الصعبة بمر بها نادي الرمثة من عدم تسجيل، من عدم حصوله على بطاقات انه يقدر يسجل لاعبين. ان شاء الله انه الشباب قدموا اللي عليهم، حققنا بطولة السوبر. في كثير وجوه شابة بالفريق، شو كيف كدورك كقائد محور؟ والله يا سيدي انا مش محمل المسؤولية، يعني في مرات الجماهير اللي بتحب دائما ما تخسر يعني بشدوا عليهم شوية، فاني دائما بقول للاعبين قدموا اللي عليكم، ادوا الواجب اللي عليكم داخل الملعب، وهذا الباقي على رب العالمين. لا تحملوا حالكم مسؤوليه زي ما حملونا بالسابق، اكبر من زي ما بقولها طاقتنا. الشباب بدهم دعم من الجماهير، بدهم وقفه من الجماهير، ليس انه اخذتني كاس السوبر اني بكره واطلب من اللاعبين يحقق لي دوري واحقق، لا، شوي اصبروا على اللاعبين، بدنا دعمكم وإن شاء الله نرمث قادر أن نحقق البطولة. تحياتي، الله يقوي.